وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز أشاووش. مرحبا بك شيخ فائز. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. بداية شيخ فائز، بعد أكثر من شهرين ومع القمع المفرط من قبل القوات الحكومية والميليشيات، كما تعلمون ما زال الحراك الشعبي في ثورة تشرين مستمرا، كيف تصف هذه الإرادة القوية للمتظاهرين؟ يعني أولا تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى المحتجين البواسل. فيما يخص هذا السؤال، لأن المحتجين يحكوا بأنهم مصرين، لأن بعد الوعي المتكامل لدى جميع فئات الشعب العراقي لأن لا فائدة من خلال حكم هؤلاء المجموعة من السياسيين أو الأحزاب والكتل طيلة 16 عام، وما شاهده العراق من دمار مؤسسات وتخريب مؤسسات الدولة والمخدرات وانتشار المخدرات والعصابات المسلحة وعدم الاعتراف حتى بالقوانين، أي قوانين الدستور التي هم أنفسهم كتبوها، وبالتالي يبدو بأن إصرار المحتجين مستمر ولا توقف عن هذا الارتداد أو هذا الاستمرار، مناشدة والمطالبة بالاستمرار بالقضاء على دحيح هذه الطبقة السياسية التي لم تجدي نفعا للعراق من خلال 16 عام. طيب شيخ فائز، أنباء عن دعوات لاحتشاد متظاهري المحافظات في بغداد يومي العاشر والحادي عشر، لا أعلم هل تعلمون بها، من الشهر الحالي طبعا، إلى أي مدى ترى استجابة الشعب العراقي لهذه الدعوات؟ وهل تستطيع هذه الدعوات وقف محاولات الالتفاف على الثورة بكل الطرق؟ جميع الأحزاب والكتل والميليشيات هي بكل التأكيد لها أدوار مقسمة ما بينهم، ويحاولون من خلالها الالتفاف على عقول المحتجين وعقول أبناء الشعب العراقي، ولكن ظهر بأن الشعب العراقي الآن بعد اتفاقه على وحدته و بأنه هذه القضية أصبحت مصيرية للخلاص وإنقاذ العراق، وبالتالي ستلقى هذه المناشدة استجابة من جميع أبناء الشعب العراقي، وأعتقد ستكون أو سيكون أعدادها إلى ملايين من أبناء الشعب العراقي، لأنه لا مجال إلا بالتظاهر والاحتجاجات والتفاف جميع أبناء الشعب العراقي مع المحتجين. وكما صدرت عدة بيانات ومن ضمنها بيان مجلس شيوخ عشائر الأنبار الذي أكد وقوفه مع المحتجين ومساندته بكل الوسائل التي تحقق آمال هؤلاء الشباب من المحتجين. شيخ فائز، على ذكر القمع المفرط، على الرغم من تنديد المجتمع الدولي بالانتهاكات الحكومية ضد المتظاهرين، إلا أن القمع شيخ فائز مستمر، بما تفسر هذه السياسة القمعية المستمرة من الحكومة؟ يعني بكل التأكيد عندما تدين عدة مرات منظمات المجتمع الدولي هذه المجازر وهذه ومئات القتلى وآلاف الجرحى من المحتجين، بالتالي يبدو بأن هذه الحكومة تتحدى جميع قوانين الدولة، جميع قوانين العالم، وتتحدى جميع هذه المنظمات، وبالمقابل يجب على هذه المنظمات العمل وليس فقط الاكتفاء بالاستنكار والإدانة، بل إنما بالعمل والإدانة وإيصال هذه التقارير المتحدة ومطالبتها بأخذ دور أكثر للوقوف مع المحتجين ومع أبناء الشعب العراقي. شيخ فائز، هناك خبر عاجل، المتظاهرون يتهمون الميليشيات الطائفية بافتعال مواجهة مع المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير في بغداد. دعني أسألك سؤالا شيخ فائز، العثور على جثة المتظاهر المختطف قاسم محمد الياسري في ثلاجة الطب العدلي يجعلنا نفتح الحديث عن ظاهرة اختطاف المتظاهرين، بما تفسر زيادة ظاهرة الخطف بين المتظاهرين؟ لأن هذه الاحتجاجات أصبحت هي الشيء الوحيد المخيف لهذه الطبقة السياسية، وبالتالي لم تبقى أمام هذه الطبقة السياسية لإخماد هذه الاحتجاجات وإخماد هذه الثورة إلا بمزيد من الاختطافات واغتيال بعض الشباب الناشطين لفنيهم أو وقوفهم عن هذه الاحتجاجات أو تفريقهم
أم تشتيت شملهم، ولكن بالتالي أصبحت هذه رسالة إلى المحتجين تزيد من أسرارهم وتزيد من وحدتهم ووحدة لحمتهم تجاه هذه الأعمال وتجاه هذه الحكومات التي عقدت التي جاءت بعد 2003 والتي يبدو بأنها لم تعرف إلا القتل والدمار وإشاعة المخدرات وشرعنة هيمنة إيران وميليشياتها وقادتها على العراق وعلى شعبه وعلى إرادته. شيخ فائز، يعني رغم هذا القمع، المتظاهرون في ساحة التحرير يقولون إن هدفهم إسقاط العملية السياسية برمتها وليس فقط عادل عبد المهدي المستقيل. في ظل خبرات شركاء العملية السياسية على المراوغة، هل تعتقد أن المتظاهرين بالخبرة والحنكة الكافية لإسقاط هذه الطبقة السياسية الفاسدة؟ يعني بكل تأكيد هذه المظاهرات أو هذه الاحتجاجات لو لم يوجد فيها عقول أو حكمة عالية وحنكة عالية لإدارة هذه الاحتجاجات لم تنشأ بهذه الصورة الرائعة وبالصورة القوية التي أدهشت كل شعوب العالم والتي لاقت كل المساندة من أكثر المساندة من جميع المنظمات الدولية وجميع أبناء الشعوب العربية والعالمية ومن الجالية العراقية في الخارج. وبالتالي أصبحت هذه الاحتجاجات هي مخيفة من الدرجة الأولى، ولم تتمكن من قمعها أي ميليشيات أو أي قوة في المستقبل، لأنها كلما يزيد القمع كلما يزيد أسرار أبناء الشعب العراقي وفي طليعتهم المحتجين هؤلاء الشباب العراة الذين لا يحملون إلا القلم والعلم العراقي والوردة. وبالتالي هذه أصبحت تحدي صارخ لجميع القوانين الدولية، وعلى المحتجين أن يصمدوا وأن يستمروا باحتجاجاتهم لحين إسقاط جميع المشروع السياسي، لأن التغيير ليس بتغيير عادل عبد المهدي، وبنفس الوقت بأن عادل عبد المهدي هو استنتاج هذه الأحزاب هذه الطبقة السياسية، وبالتالي لم يقع اللوم فقط على عادل عبد المهدي، بل إنما اللوم على العملية السياسية وعلى أحزابها وعلى قيادتها وعلى الأمريكان الذين جاءوا بالطبقة السياسية والذين شرعنوا هيمنة إيران وأحزابها على الملف العراقي الأمني والسياسي والاقتصادي. نعم، قبل أن أختم معكم هذا الحوار سيد شيخ فائز، هناك خبر عاجل، المتظاهرون يتهمون قاسم سليماني وميليشياته بزج عناصرهم المسلحة في ساحة التحرير ببغداد لمواجهة المتظاهرين السلميين. كان معنا الشيخ فائز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.